انا موجود في شركه القبطان، والنهارده في تسليم عربيه كيا فورتي. انا هدخل دلوقتي حالا جوه العربيه واسال رايهم في العربيه وفي المعامله وكل حاجه في شركه القبطان. يلا بينا يا جماعه. استاذ عماد مليون مبروك حبيبي وزير السعاده. عامل ايه؟ الحمد لله باشا والله. ايه العربيه الحلوه دي يا باشا؟ يا باشا كله من خيركم يا باشا. قول لنا بقى انت منين؟ انا من كفر الشيخ. كفر الشيخ ما شاء الله، اجدع ناس يا باشا. حبيبي يا باشا. واطيب ناس. ربنا يخليك. قول لنا ايه رايك في التعامل في السخنه اوتو بارك يا باشا؟ احلى تعامل ومصداقيه في الكلام واحسن ناس والله. والتسليم تمام يا باشا؟ 100%. العربيه زي ما اشتريتها جيت لقيت ناقصه اي حاجه؟ بالظبط، ما فيش حاجه، اي حاجه ناقصه خالص ما شاء الله باشا. والاسعار يا باشا؟ الاسعار يا باشا ما شاء الله 100%. اقل من اي مكان تاني ولا ازيد؟ من اي مكان، حتى السوق زاد نفس السعر اللي احنا متفقين عليه، ما حدش زود ولا جنيه. تمام، قول لي بقى ايه رايك في شركه القبطان بقى؟ ده انا بقى بسجل في شركه القبطان يا باشا. احسن ناس والله يعزك ويوسع عليك يا رب. يعني عملوا الصح معاكوا؟ فوق الصح يا باشا. يا باشا توصل بمليون سلامه ومليون مبروك رب. وربنا يديك خيرها ويكفيك شرها. الله يوسع عليك. تنصح اي حد معاك كارنيه وجواب يجي فينا يا باشا؟ يا باشا عند شركه القبطان يا باشا في السخنه اوتو بارك. يعني السخنه اوتو بارك يجي يتفرج. يجي يتفرج ويرجع مرضي ان شاء الله حبيبي. شكرا، مليون مبروك. الله يبارك فيك حبيبي.